في خبر عاجل، مصر تكشف طريقة مراقبة سد النهضة، وهام الآن محاسبة مسؤول مصري بسبب مثل شعبي مشهور. وفي مفاجأة غريبة جدا، اختراق الصفحة الرسمية للنيابة الإدارية ونشر صور فاضحة. ومفاجأة، موسيماني يطالب بالحماية لتجديد عقده، النادي الأهلي يقول أنه لديه بديل. وعاجل العثور على 3 فتيات اختفوا بعد درس خصوصي. وإقالة مدير مدرسة بعد صورة هزت السوشيال ميديا. ننشر التفاصيل. في البداية عاوزين نصلي على الحبيب محمد قبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار. اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، ده مهم جدا عشان تجيلك أهم الأخبار. واضغط على زرار اللايك أو أعجبني عشان توصلك الفيديوهات والأخبار أولا بأول. عاوزين نوصل ل 2000 أعجبني أو لايك على هذا الفيديو. وقبل ما نبدأ في الأخبار، اللي بيحب مصر ووطني فعلا يغرق التعليقات بكلمة تحيا مصر. عاوزين نوصل أكتر من 2000 تعليق مكتوب فيهم تحيا مصر، وانتوا قدها وطنيين. نبدأ مع بعض في تفاصيل أول خبر معانا. وفي مفاجأة كبرى، اختراق الصفحة الرسمية للنيابة الإدارية ونشر صور غير لائقة. تعرض الحساب الرسمي للنيابة الإدارية المصرية على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام إلى القرصنة من قبل مجهولين. ونشر الهاكر عدة صور مخلة وغير لائقة على الصفحة الرسمية للنيابة الإدارية، بينما قالت النيابة العامة الإدارية أنه حيث جرت صباح اليوم الاثنين الموافق 11/10، طبعا قصدهم على امبارح، محاولة لاختراق الحساب الرسمي للنيابة الإدارية على موقع انستجرام ونشر صور غير لائقة لا تخص النيابة الإدارية. وبناء عليه قامت النيابة الإدارية باتخاذ كافة الإجراءات لاسترداد الحساب، وتوعدت بملاحقة الهاكرز أو المخترقين. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر. وفي خبر عاجل، مصر تكشف طريقة مراقبة سد النهضة. وكشف مسؤول في قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والري المصرية عمرو فوزي عن تفاصيل استخدام تطبيقات صور الأقمار الصناعية الرادارية لمراقبة الإزاحة الأرضية في سد النهضة. قال فوزي خلال حوار مفتوح حول إدارة الموارد المائية والري في مصر بحضور رؤساء التحرير والإعلاميين والصحفيين بقناطر، إن في دراسات من لجنة الخبراء الدوليين مائية وبيئية وعلى أمان السد، وضح أنه من المفترض توافر بيانات حول الوضع الإنشائي وتطوراته ويكون في تحديث للوضع الإنشائي. وأشار المسؤول في قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والري إلى أن هناك أوقات كثيرة لا يتوفر فيها بيانات حول سد إثيوبيا. أضاف: نحن لا نقف مكتوفي الأيدي لأن سلامة السد تهمنا وعينينا على هناك، وليس فقط سد النهضة ولكن كل المشروعات في حوض النيل وداخل مصر. وتابع أن في أجهزة في السدود تقيس التغيرات الموجودة في منطقة سد إثيوبيا، لافتا إلى أن الصور الرادارية تحتاج إلى أكثر من تخصص، ويتم استخدامها في متابعة السد ومنشآت داخل السد وخارج مصر. وضح أن في أبحاث أجريت على تربة منطقة السد وتأكدت أن هناك مشكلات موجودة بها. مصدر معانا كان من الوطن، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر. وهام الآن محاسبة مسؤول مصري بسبب مثل شعبي مشهور. قضت المحكمة التأديبية بمجازاة مسؤول بوزارة الزراعة بعقوبة التنبيه لإساءته لمسؤولي ديوان وزارة الزراعة بعبارات غير لائقة. وترجع وقائع القضية إلى أن المتهم نسب إليه من النيابة الإدارية نشر مقال على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. ضمن هذا المنشور إساءة إلى مسؤولي ديوان عام المحافظة ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نصها: القوالب نامت والإنصاص قامت. ومن حيث أنه بشأن المخالفة المنسوبة للمتهم والواردة بتقرير الاتهام، فإن الثابت من التحقيقات أن المتهم أنكر ما نسب إليه ودفع بأن ما نشره على صفحته الشخصية المشار إليها لم يوجه فيه عبارات مسيئة لأحد من مسؤولي ديوان عام المحافظة
ووزارة الزراعة، ولم يقم بذكر هؤلاء الأشخاص فيه صراحة ولا تعريضا، وأن ذكر المثل المصري القوالب نامت والإنصاص قامت في سبيل مدح أحد وزراء الزراعة السابقين الذي يدين له بالفضل، ولم يقصد أبدا بالمنشور ما تم اتهامه به من مخالفة في عهد هذا الوزير. وأضافت المحكمة أن هذا الأمر الذي ينطوي على اتهامات صريحة للوزارة الذين خالفوا الوزير المعني بعدم الحفاظ على أراضي الدولة والسماح بالتعدي عليها وبالحط من مركز وقيمة المهندس الزراعي وعدم الاهتمام بأحواله، كما تضمن هذا المقال تشكيكا في كفاءة هؤلاء الوزراء وصلاحياتهم لتولي منصب الوزارة. أوضحت أن هذه الاتهامات جاءت مرسلة مفتقدة إلى أدنى دليل يؤيدها ويبين صحتها، كما جاءت شائعة بين العديد ممن تولوا منصب وزير الزراعة دون أي تحديد. مصدر معنا كان من اليوم السابع، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض لخبر آخر ومفاجأة. موسيماني يطالب بالحماية لتجديد عقده والنادي الأهلي يقول أن لديه البديل. أفادت شبكة أيديسكي تايمز الجنوب إفريقية بأن مفاوضات تجديد العقد بين النادي الأهلي المصري لكرة القدم ومدربه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني وصلت إلى طريق مسدود. وأرجعت الشبكة في تقرير لها أن سبب تعقد المفاوضات بين موسيماني ومحمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي هو شرط يتعلق بالحماية، حيث طلب المدرب الجنوب إفريقي وضعه في العقد الجديد. وأوضحت أن موسيماني يريد إدراج بند يحميه من الإقالة بسبب تخوفه من طبيعية النادي، على حد وصف الشبكة في تقريرها بشأن إقالة المدربين في حال سوء النتائج. واختتمت الشبكة تقريرها قائلة إن إصرار الأهلي على عدم الموافقة على شرط موسيماني قد يجعل المدرب البالغ من العمر 57 سنة يترك تدريب الفريق والعودة مرة أخرى إلى جنوب إفريقيا. ونقلت صحيفة اليوم السابع عن مصدر مطلع داخل النادي الأهلي أن زوجة موسيماني تصر على أن يكون التجديد لمدة موسمين وأن يتم وضع شرط جزائي كبير للغاية لحماية المدرب من الإقالة. وتابع المصدر أن إدارة الأهلي ترفض إملاء الشروط من جانب موسيماني وزوجته، حيث تصر إدارة الأهلي على تجديد العقد لمدة موسم واحد وأن يكون الشرط الجزائي 3 أشهر فقط، وأن يكون ذلك حال الرغبة في الفسخ رغم الفوز ببطولة الدوري ودوري أبطال أفريقيا، إما في حالة خسارة أي منهما يكون تجديد العقد اختياريا. وأضاف المصدر أنه في حالة إصرار موسيماني على شروطه سيتم توجيه الشكر له، مشددا أن بديله تم تحضيره منذ فترة وهو اسم كبير يملك سيرة ذاتية ممتازة وسيتم التعاقد معه فورا. وتولى بيتسو موسيماني مهمة تدريب النادي الأهلي في شهر أكتوبر 2020 وينتهي عقده يوم 30 يونيو 2022. مصدر معانا كان من بعض الوكالات، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. النادي الأهلي يقول أنه يوجد البديل، بديل بيتسو موسيماني. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر وقولوا لنا في التعليقات تحت، يعني أنت بتشجع النادي الأهلي ولا بتشجع النادي الزمالكاوي، ولا أنت بتشجع النادي الإسماعيلي ولا بتشجع النادي المصري البورسعيدي. كلنا إخوات وكلنا بنحب مصر تحت راية واحدة وهو علم مصر. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر وعاجل العثور على 3 فتيات اختفوا بعد درس خصوصي. نجحت الأجهزة الأمنية في مصر في العثور على 3 طالبات اللي تغيبوا في قرية هور، ووسط فرحة كبيرة من أهالي الفتيات والأسر دون معرفة أسباب الاختفاء المفاجئ حتى الآن. وكان أولياء أمور 3 طالبات في المرحلة الإعدادية تقدموا ببلاغات لمركز شرطة بتغيبهن في ظروف غامضة دون معرفة أسباب الاختفاء المفاجئ حتى الآن، حيث تقوم النيابة العامة بتحقيقات معهن حول أسباب تغيبهن 24 ساعة تقريبا. وقالت الأهالي إن الطالبات في المرحلة الإعدادية وكن ذاهبات لحضور درس خصوصي ظهر السبت الماضي واختفوا في ظروف غامضة. وانتشر مقطع فيديو مدته حوالي دقيقة يتضمن آخر ظهور الطالبات أثناء
السير بأحد شوارع قرية هور لحضور درس خصوصي، كما أظهر مقطع الفيديو للطالبات من ظهورهن ماشيين في شارع رئيسي يتراوح عرضه نحو 10 أمتار ويحملن على ظهورهن حقائب مدرسية. وهم ماشيين في الشارع كانوا بيتبادلوا الحديث ما بينهم وبيرتدوا كمامات طبية، لكنها كانت موضوعة على العنق وتظهر وجوههن بشكل كامل. مصدر معانا كان من صحيفة مصراوي، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. في النهاية نجحت الأجهزة الأمنية في مصر في العثور على الطالبات الثلاثة. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر وتفاصيل إقالة مدير مدرسة بعد صور هزت السوشيال ميديا. أصدر وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية في مصر ياسر محمود قرارا عاجلا بإحالة مدير مدرسة للتحقيق وعزله من منصبه في واقعة جلوس طلاب أحد الصفوف الدراسية على الأرض. وأشار وكيل وزارة التعليم بالقليوبية في تصريحات صحفية إلى إرسال لجنة من الأبنية التعليمية لمادة طلاب بالمقاعد اللازمة لهم لجلوس الطلاب عليها اعتبارا من الغد. جاء ذلك على خلفية نشر صور بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تظهر جلوس طلاب مدرسة المثلث الابتدائية بالخنكة على الأرض وقضائهم اليوم الدراسي دون مقاعد. في سياق آخر أوضح وكيل وزارة التعليم بالقليوبية أنه وجه بتشكيل قوافل متابعات للتأكد من جاهزية المدارس وتلافي العجز والتقصير في حق الطلاب تزامنا مع بدء الدراسة من حيث موقف الكتب الدراسية والصيانة والنظافة ودهان البوابات وتوحيدها بالعلم المصري وتعليق علم مصر في مكان واضح بالمدرسة وتجهيز المعامل والفصول الدراسية والانتهاء من إعداد وكتابة الجداول وقوائم أسماء الطلاب والتأكيد على تحقيق عام دراسي منضبط ومثمر وناجح. وأكد أهمية بناء وتنمية شخصية الإنسان المصري وغرس قيم المواطنة والانتماء والولاء والبذل والتضحية من أجل الوطن والتأكيد على ثوابت الوطنية وحب مصر والعمل من أجلها لنخرج إلى المجتمع مواطنا صالحا نافعا لنفسه ومجتمعه. مصدر معنا كان من وسائل إعلام مصرية، يعني طبعا الشكر على سرعة الاستجابة وتوفير يعني الديسكات للطلاب عشان إن شاء الله يعني يكونوا بيركزوا في الحاجة اللي تتشرح لهم من المدرسين المختلفين على مدار اليوم ويكونوا يعني قاعدين بشكل قيم. ولازم طبعا يكون في بناء للشخصية. الطفل الصغير مش هيكون عنده انتماء لوطن ولما ما يلاقيش ديسك كويس يقعد عليه، لما الدولة تهتم بالطفل الصغير اللي يعني بتبدأ تتشكل شخصيته ده بيبقى شيء مهم للغاية عشان يبدأ انه يبني نفسه ويبقى عنده طموح ويعمل لمستقبله ويبني شخصيته ويفيد نفسه ويفيد المجتمع. الكلام ده احنا قلناه قبل كده. ان شاء الله احنا جينا كده مع بعض لنهاية نشرة الاخبار. اتمنى اكون خفيف على حضراتكم وما تقلتش عليكم. ان شاء الله اشوف حضراتكم في فيديو جديد وقريب باذن الله. كان معكم اسلام الامير وايضا ابانوب خلفاوي المسؤول عن المونتاج، تحية طيبة ليه لانه بيتعب معانا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.